دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم مع سعاد فلوغ فيديو جديد. مهم اليوم هذا الفيديو غادي نوجد معكم واحد الكوكيز او الكوكي اللي كيبغيه الكبير والصغير بالنسبه ديرو به الكوتي ولا بحال هكا بالفطور تشربوه مع القهوه. مهم بالنسبه للطريقه ديالي انا في الكوكيز هنايا عندي 200 غرام ديال بور ديال الزبده. انا كنستعمل هاد الماركه، تقدروا تستعملوا اي ماركه، خاصها تكون على درجه المطبخ. انا كانت ديجا في الفريغو ماشي مشكل. المهم غنحاول انني غادي ندوبها. وكنحتاج غادي نحتاج كاس ديال السكر الاسمر، سكر البني اولا تستعملوا اللي عندكم. عندي نوازيت بودر دنوازيت، يعني غادي نديروا تقريبا واحد الكاس، حيت عندي ديجا واحد نص كاس ديال اللوز مطحون كان باقي عندي غادي يضيع. اللهم استعملوا جوج ديال البيضات، ها هما. وغنحتاج فيه خماره وحده باش ما يتشققش، خماره وحده. وغنحتاج ساشيه الفاني اولا غندير ليكيد هذا ديال القهوه ضروري غندير معاه القهوه والفاني والملح شويه وهاد البيبي دو شوكولا. يعني نتوما على حساب راه كاين هادي خديتها انا كبيره، كاين لي مارك، كاين لي مارك رخاص. هادي مهم، هادي راه كدير شي 80 درهم. و المهم هادو حتى هما بيبي دو كراميل، غادي ندير شي واحد بعض الوحدات غنديرهم بهاد البيبي دو كراميل حيت عندي شي حد ما كياكلش الشوكولا نوار. اول حاجه غنبدا بها غنضيف هاد اللوز ماشي مشكل. غادي ندير كاس ديال السكر، غير كاس باش ما يجيش حلو بزاف. انا ما عزيش الحلوه، كنت نبغيها شويه تكونش حلوه بزاف حيت البيبي دو شوكولا كيكونوا حلوين. غادي ندير كاس واحد صافي. غنبقى نخلط هادو يتمزج لي السكر مع الزبده. هذا نضيف هذوك جوج البيضات كما كتشوفوا هنا تمزج عندي السكر مع الزبده. دابا غادي نضيف البيض. بسم الله الاولى ثانيه اللي كيضيف لي حتى نص ديال كاس الزيت. كان داير مع الزبده، ما غنخلطش الزبده والزيت، غنكتفي غير بالزبده. دابا غنضيف الكاس ديال النوازيت.
غادي نضيف لوغو ديال الفاني، ولوغو ديال القهوة، وغنزيد تلات صاشيات الفاني هي شويش الملح، غير شويه ماشي بزاف الملحه، دابا غنبدا نضيف لا فارين. ونزيد عاوتاني، باقي خاص نزيد لافارين، وغنزيد معاهم هاد الساشي ديال الخميرة، ساشي ديال الخمارة على شكل، وغنزيد لافارين، غادي نجمع العجينه ديالي ونرجع معاكم اخوتي. المهم كما شفتوا معايا احبابي، هنا بعد ما جمعت العجينه دابا غنزيد هنا هاد البيبي شوكولا نوار، نخلط هاد الاقدر ونشوف شحال، وهادو هاد شويه غندير فيها هكا الكراميل. وليدات صغار كما كنعرفوا راه كيحماقوا على شي حاجه سميتها شوكولا نوار. القصعة كتزلق، انا نجرها وهي تمشي ليه. المهم هنايا هذه جمعتهم، ونحاول ندخل هذا الكراميل حتى هو. صافي على هذا الشكل، دابا غناخذ تقريبا قد هذا، ما بغيتهمش ما غنديرهمش يجيوني كبار بزاف، غادي نديرهم على هذا الشكل. وانا راني ديجا موجده اللاطه، والفران راني شعلتو، غنديرو على 160 فقط، حيت غادي نشعل من الفوق، غندير الطيب من الفوق ومن التحت إيمان طون. هذا اللي بالشوكلا نديرو من هاد الشي، نبقى غادا على هاد الطريقة حتى يطيبو ونرجع معاكم. شبابي كما كتشوفو الكوكيز بعد ما طاب جا محمر هكذا على هاد الشكل، جا غزال،
هنايا جيت كنصايب واحد الكابوتشينو واحد الكافي هنا بعد ما طلعت الحليب بهاد لاباراي. هنا غادي ندير نزيد عليه الاسبريسو. نتمنى ان هاد الوصفه تعجبتنا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، راه كيجيو بنانين وغزالين، عرفت واحد الريحه طالعه لا كتشهي. ايوا اختي حجيبه، نتمنى انه يكون شبه الكوكيز ديالك. دابا نتسنى غير القهوه الدار. طلعت الحليب بزاف، القهوة ديالي جات على هاد الشكل. نتمنى ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا لوليداتكم هاد الكوكيز. انا راه مازال عندي طاوة مازال في الفران، حيت وحدة ما قداتنيش درت جوج. هادي راه وجه حضرت معاكم ودرتها هنا في البلا، وحدة راه مازال. بسلامة عليكم ونتلاقاو فيديو قادم.